الانتخابات عرفوني احب محمد توفيق علاوي مرفوض رفضا قاطعا، لانه اجى محمد توفيق علاوي مو عن طريق ساحات التظاهر ولا عن طريق الشعب العراقي، اجى عن طريق توافق سياسي، فان شاء الله كابينته باكر ما راح تمرر. رجل لم يعطي للشارع ما أراده، إذن هو ليس محط ترحيب، ورفضناه في ساحات التحرير في أكثر من ساحة، وضرب صورة بالإكس.